محمد مين؟ محمد سيد مين؟ طب يا ابني انا مش جاي اعرف احمد مين؟ سعيد رجب يا سعيد رجب عشان الناس تقدم القرابين لده مره وتقدم القرابين ايه لده مره حتى هم في حته هنا ومصور لك هنا مناظر الصيد عشان نفس الفكره برضه حتى هنا بصوا الاقوال وهي نفس الكلام وفي افكار بتتخلف وعايزه تهرب ومش عارف ايه نفس الفكره بس بقى التفاصيل التفاصيل اللي هي اول ما بينزل معايا في الفندق كده في نقطه ضيقه بقعد ساعه بقى ايه حاجه الارض اه اقول له اصل الارض كانت كذا عشان المدرسه دي كانت فيها بتعمل كذا كان ده مش يفرق معايا كنت يعني ركزوا بس على ايه؟ ركزوا على الجزء ده بصوا على الحته ديت بصوا على النقش دوت بصوا الحته دي كلها وقولوا لي خدتوا بالكم ايه؟ بصوا هنا اولا هو هنا بيولد مظبوط بصوا هي المراحل هنا ابتدى عمليه الولاده هنا بصوا ركزوا بقى هنا ابتدى عمليه الولاده وهنا الحمد لله ربنا بس هم كلهم هو سؤال بس انا هم ليه كلهم قرع؟ لا هم مش قرع هم كلهم لابسين باروك مستعره ولا لابس برده هقول لك لما خلص الحته دي بصوا هنا ابتدت عمليه الولاده تمام المنظر ده شهيد جدا وهنا الحمد لله تم التخيل والبقره هي يعني حتى هم بيفكوها مش عارف كده بيها ويحلبوها مش عارف ليه عشان يشربوا منها تقريبا وهنا الطفل اهو اللي جاي يعني ده ربنا بصوا بقى هنا اللي انا هقوله ده ركزوا معاه والمعايا واللي بيتكسب كام ايه؟ بصوا اه هنا بقى اللي هنا مش انا فرحان مش السكينه اهي بيشوف بقى اه دي احمد اللي انتوا بتلمسوا الاصل طب وانا زعلان ليه؟ بصوا بقى يا شباب عشان اتدبحوا المقبره ديت زعلان على اخوه المقبره ديت العلماء بتوع الاجانب كلهم عامة بشكل عام لما شافوها ودخلوها اول مره واشتغلوا عليها وشافوا المناظر اللي فيها طلعوا على الاخوين دول ان هم ما كانوش اخوات توأم فكانوا شواذ اثنين شواذ كان بيقالوا ان هي مقبره شواذ ولغايه دلوقتي الراي ده بيحاولوا يدعموه عشان يبرروا فكره المسلك ان ده من اصل تاريخي وكل حاجه لكن طبعا الكلام ده غلط واوريكم دليل قاطع على الموضوع ده هو. ايه بقى السبب في الحاجات ديت؟ هي المناظر اللي بتاعت المنظر ده كده نتفليكس؟ لا 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 على فكره المنظر ده ما فيهوش اي مشكله تماما ما فيهوش اي نهايه الفليكس بتبدا كده نهايه لا هو بس ممثل المنظرين شفت بره لما كان حاطط واحد يمين واحد شمال لما كان حاطين واحد يمين واحد شمال هو نفس الفكره بس هم حاطوه في نطاق صغير هو الاثنين يبانوا لهم على ان عندك واحد تاني بس انا مش مصور ده بتعمل الفكره خالص 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 بصوا ركزوا بس في النقوش وركزوا هنا هقول لكم الدليل بصوا برضه هي الفكره ان هو ده قاعد بيسال بياخد كانه بياخد القرابين وده قاعد بياخد القرابين فين بقى القرابين اللي هي حواليه حصل فيها كسر هنا في العصور القديمه
سرقه او كان بشكل طبيعي. بس هو الفكره ايه ان هم يعني في كسر هنا فده الضم لكن ده محافظ عليه شويه. ده بيتقدم له قرابين وده بيتقدم له قرابين. توصل لنا اثار من المقبره ديت واللوكه اللي احنا لقيناها لقينا ان كل واحد كان فيهم كان متجوز واحده. مفيش مشكله خالص. وكان خالف ابناء ولا قلت لكم برضه على البوابه ده ايه اللي جاي فكره هم كده هيجيبوا ازاي؟ عزلت عليه ايه؟ ما كانش عندهم حق تثبيت ساعتها فوقتنا على جنب. الوقت اللي بقى عادي. فالفكره بقى ايه؟ النظريه دي للاسف لما بلاقي مثلا ناس مشاهير او ناس متخصصه شويه فهم بيبتدوا يدعموا الفكره دي الواحد بيزعل. يعني اللي هو انت ليه بتدعم حاجه زي كده وتشوه الحضاره المصري؟ يعني اعتبرها حضاره يونانيه. اصلا مصر القديم كان محرم الحاجات دي جدا. وعايز اقول لكم بقى ان تحديد الجزء ده من الاعقاب يعني كبير. الحاجات ده اللي مستوى المصري يعني المفروض ده متهيألي مش هيسمع حاجه زي كده. ولو في ناس كده مش هيبقوا وصلوا يعني بالعقل يعني. بس فرقوا بقى الرحيم. فقط لنا انك ما شفتي لما يديهم واحد صوت اللي هو فين استنى ده ايه بقى. انا قلت انا شرحت الحته ديت للاثنين بس اللي كانوا معايا وانتوا كلكم كنتوا خرجتوا وبرده هو انا كلهم خرجوا في مقبره الحوت. زمان الذبح لما كان بيموت البقره او بتاعها مش بتاعها سنتين وكده مش لسه الموضوع ده شيء كان بيكتفها بص كان بيكتف رجليها عكس رجليها زي ما شايف يبقى بره كان بيذبح وبيخرج ولا اول ما كان بيوصل لنا حاجه بيطير كده نفس الكلام. بص هنا اهو ده ماسك بقه القانون قدامه وهو قاعد بيتكلم بيستقبلها اهو ده جايب له فاكهه كل حاجه دي خليها هو بيحبها دي الخمره وبص جايب مقطعين التوابيس الفراخ على فكره كان بيتقدم له برضه دي ازاز خمره بيتقدم له نبيذه لا بص بس ده مش نبيذ بس هو كان بيتقدم له لو طلعت لو بص هنا في بوله متغطيه ده حساء بص هنا هي دي برضه سله فاكهه انا بحبه لحمه الراس جامد ما هو مقدم ده جزء يعني ده عادي مقطوع عادي بص اصلا هنا ماشيين بيه ده هنا دي فرد فرد عادي شوفي كان بيطبخ يعني بصي الوزه براسها هو كان بيطبخها ده سنين ما بتتباعش تتخنق بيطبخ نفس الفكره برضه دي من المقابر دي برضه من المقابر اللي محافظه على الالوان بتاعتها بشكل جميل جدا انا بدات اركز على ما انت ما قلت في مصاري وده طبيعي بس الفكره يعني دي اول مقبره مفيش الا المقبره دي بس هو هنا ممكن يكون بيمثل حقبه قديمه شويه من التمدن او التحضر لا لا هي نفس الفكره ده هو نفس العصر بتاع الحروب مفيش اي مشكله فيه بس انت شغاله يعني بتجري على اكل عيش اهو مش انا بحاول اطلع كده نقش جديد نقش كده كنت عايز اطلعه بس مش متذكر فين بصوا برضه هنا دول عيال يعني طبيعي مفيش اي مشكله بص هي الصوره بس غريبه على فلوس مصر ده عدد هنا ثلاثه وهنا لو كانوا دول اثنين ومفيش واحد في النص بس هو ما دام بيدي المساحه دي يبقى في واحد في النص لان هو مش فاهم 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 ان ده عنده حتى نفس عدد الولاد تقريبا بس في الايه؟ مع بعض ده ولد ده ولد لكن دي بنت بس دي هنا دي بنت صغيره على فكره لكن هنا دي هو الفكره في الحته ديت ان هي تتصور شكلها حلوه في وسط الاثار بس دلوقتي بقى باينه بالتفاصيل لانك حاسس بالتفاصيل الغياب الشديد بلون الاكراد عادي